السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي إلى درس جديد من قناة اركب معنا، نتابع في دالة فلتر في اكسل 365. اليوم سنتعرف عن كيفية استخدام الدالة فلتر من أجل الحصول على القيم الكاملة في جدول معين، أي استثناء القيم أو الأسطر التي تحوي فراغات، وبالتالي هنا سأقوم باستثناء الخلايا الفارغة من الجدول، أي أن البيانات التي تكون غير كاملة لن أقوم بجلبها، إنما سأجلب فقط من الجدول البيانات الكاملة لدي. كما تلاحظ في الجدول الموضح أمامنا، هناك في العمود الكود هناك بيانات ناقصة، كذلك الأمر في عمود المجموعات هناك بيانات ناقصة، وأيضا في عمود السيكتور هناك بيانات ناقصة. سأستخدم الدالة فلتر من أجل جلب فقط البيانات الكاملة. نبدأ بالدالة فلتر وأقوم بتحديد كامل جدول البيانات الموجود لدي. الآن أريد أن أجلب أو أن أفلتر اعتمادا فقط على أن يكون العمود الكود موجودا، أي أن الجدول الذي لا يحوي أكواد لا أريد أن أحضر بياناته. أحدد كامل الجدول، وأيضا أعود بتحديد هذا الجدول، وسأضع الشرط أن A4 إلى A33 لا تساوي الصفر، وأضع في FMBT no result. بالضغط على Enter تلاحظ أن البرنامج قام بجلب كامل البيانات التي بشرط أن يكون لا يوجد فراغ في العمود A، أي عمود الأكواد. الآن ماذا لو أردت أن أفلتر أيضا على المجموعات؟ لا أريد عمودا يحوي مجموعات فارغة. أغلق قوسين للشرط الأول وأضع إشارة النجمة من أجل إضافة شرط، وأقوم بتحديد عمود المجموعات. الآن أيضا أقول أن عمود المجموعات يجب أن لا يكون فارغا. يمكن أن أستبدل هنا الصفر في إشارة to quotation، نفس النتيجة تماما. أغلق القوس للشرط الثاني و بالضغط على Enter تلاحظ أنه جلب لي العمود الأول والثاني بدون أي فراغات، واستثنى كامل البيانات التي بها فراغات. الآن أستطيع من أجل استخدام الفلتر لكامل الجدول واستثناء كامل الفراغات أن أضع الشرط الثالث من أجل العمود السيكتور، نجمة ومن ثم قوسين، أحدد عمود السيكتور وأيضا أقول لا يساوي فراغ. أغلق القوس بالضغط على Enter تلاحظ بهذه الطريقة استخدمنا الدالة فلتر من أجل جلب البيانات في أي جدول، استثنينا جميع البيانات الناقصة وحصلنا فقط على البيانات الكاملة التي لا تحوي أي فراغ. بهذا الشكل أحبتي نكون قد انتهينا من درس اليوم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.